ما حكم خروج المرأة للمشاركة في حفاظ الفم أو الذرة مع وجود الاختلاط بين النساء والرجال طلبا للعيش، علما بأنه لا يوجد لديها من يوفر لها لقمة العيش، وقد يوجد للبعض منهن من يوفر لها ذلك؟ فنساء الصحابة كنا يخرجنا لحاجاتهم، وامرأة الزبير كانت تذهب وتلتقط النوى من مكان بعيد، وعليها أن تغض طرفها وأن تستر وجهها وأن تتقي الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. نعم. لا، ليس كالعمل في المستشفيات والدوائر الحكومية، ليس كالعمل في اختلاط أمام الناس ظاهر، وأن هنالك فيمكن أن يغلق عليها وعليه الحجرة، وممكن أن يعني ماذا يحدث، أي أمر يستطيعون عليه، والله المستعان، أو يريدونه، أي أمر يريدونه. نعم.